السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، وهنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها طبعا نادي الزمالك يا جماعة، والله العظيم الاهلي لولا الاهلي في الرياضة المصرية لكانت الرياضة المصرية في مكان آخر ولها شأن آخر، وأكيد المكانة دي هتبقى بالسلب مش بالإيجاب. النادي الأهلي على صعيد كل الألعاب الجماعية والفردية يعلي من شأن الوطن، يعلي من اسم مصر دائما، ويشرف الرياضة المصرية أينما حلت بعثات النادي الأهلي وألعاب النادي الأهلي. النادي الأهلي بطلا لأفريقيا في كرة السلة، الأهلي بطلا لأفريقيا في كرة اليد، الأهلي بطلا لأفريقيا في كرة القدم، ولو كان شارك النادي الأهلي في كرة الطائرة لكان أيضا الأهلي بطلا لكرة الطائرة. الأهلي دائما يشرف الرياضة المصرية. نادي الزمالك في تاني مبارياته أمام العربي الكويتي في البطولة العربية المؤهلة إلى كأس العالم للأندية، بعد ما فقد نادي الزمالك فرصة اللعب في كأس العالم بسبب فوز الغريم التقليدي النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر ممثلا للكرة الأفريقية في السوبر جلوب في المملكة العربية السعودية. البطولة العربية بطولة طردية للفرق اللي ما قدرتش توصل لكأس العالم. البطل اللي هيكسب البطولة هيشارك في كأس العالم للأندية في شهر أكتوبر القادم. نادي الزمالك بيلعب مع فريق العربي الكويتي الغير مصنف على الإطلاق والغير مرشح للبطولة. العربي الكويتي بيكسب الزمالك في تاني مبارياته 33-32، بكده نادي الزمالك آخر ماتش ليه مع الهدى السعودي. الهدى السعودي ده المرشح الأول للمجموعة. الزمالك بالطول بالعرض لازم يكسب الفريق ده، ما ينفعش يتعادل. لو اتعادل هيبقى بره، لازم يكسب عشان يضمن على الاقل يصعد مركز تاني في المجموعه. المشكله مش في كده، المشكله كمان مين هيقابله الناحيه التانيه. الناحيه التانيه هيبقى متصدر المجموعه مدر السعودي اللي هو البطوله اصلا معموله عشان يصعد ويلعب كاس عالم، وجايب لعيبه ومبهدل الدنيا صفقات. نادي الزمالك من سيء لأسوأ في كل الالعاب الرياضيه. النهارده رابطه الانديه المحترفه زي ما كانت عايزة عملت، رابطة الأندية المحترفة مش عايزة الفريق الأفضل، أفضل 11 لاعب في الدوري يكونوا من النادي الأهلي، لأنهم عارفين ومتأكدين إن لو حطوا أي تيشيرت كده من غير اسم اللاعب قدام أي لاعب في الدوري التيشيرت هيكسب. وجمهور الأهلي دايما رباح، جمهور الأهلي بيكتسح أي حد بنسب 96 و97%. فعملوا ايه؟ حطوا اليو ديانج مع مروان عطية اللي هو ده مركز وده مركز، حطوهم مع بعض عشان يفضوا مركز وسط الملعب التاني يقدر يكون موجود من نادي اخر. مروان عطية بيتم اعلانه افضل لاعب وسط في الدوري من قبل رابطة الاندية المحترفة، بالاضافة لمحمد رضا بوبو لاعب فيوتشر والمنتقل حديثا الى نادي بيراميدز. عايز اقول لمعالي وزير الشباب والرياضه، نصدق مين يا فندم؟ اصدق معاليك؟ واصدق وزارتك؟ واصدق المتحدث الرسمي باسم الوزاره؟ ولا صدق مجله الزمالك الرسميه؟ مجله الزمالك الرسميه في عددها النهارده في عدد الخميس 17 اغسطس رئيس مجلس الاداره مرتضى منصور، اهو عشان ما حدش يقول انت بتجيب حاجه من عندك، اهو يا بيه رئيس مجلس الاداره مين؟ مرتضى منصور. بص تحت كده هتلاقي الخميس 17 اغسطس. اصدق مجله الزمالك الرسميه يا معالي الوزير ولا صدق معاليك؟ يا ترى يا جماعه تصدقوا مين؟ مجله الزمالك اللي بتقول وبتعترف وتقر غصب عن الكل ان مرتضى منصور رئيس الزمالك، ولا نصدق معالي الوزير اللي قال لك خلاص المستشار مرتضى
اتعزل من رئاسة نادي الزمالك. عايز اقول ان هناك حالة من الرعب والقلق الشديدين تنتاب مسؤولي الزمالك. مجلس ادارة نادي الزمالك الحالي يخشى ما يخشاه ان اذا تم رفض انتقال احمد سيد زيزو للاحتراف الخارجي ان زيزو يبعت للنادي انه بيطالب بمستحقاته المتأخرة اكتر من شهرين، وان في حال تقصير النادي خلال اسبوعين من دفع المبالغ المالية المطلوبة بياخد اسبوعين تانيين في اليوم الستاشر، عفوا يعني هو بياخد 15 يوم في اليوم الستاشر لو الفلوس ما تسددتش من حق زيزو يفسخ عقده من طرف واحد، وده اللي نادي الزمالك هيعتمد عليه في بيع زيزو. زيزو له حوالي 14 مليون جنيه. زيزو له اشتراطات عشان يكمل في الزمالك. زيزو له مجموعة من الاشتراطات عشان يكمل في نادي الزمالك. تعال اقولك ايه اشتراطات زيزو ويا ترى ممكنة ولا غير ممكنة ولا البيع اسهل وافيد لنادي الزمالك. زيزو عايز 14 مليون قيمة المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضي. زيزو طلب إنهاء أزمة المستحقات المالية لكل اللاعبين، يعني بتتكلم في حوالي 50-60 مليون جنيه كمان. زيزو طلب التجديد واشترط التجديد لفتوح والصبح، يعني بتتكلم في 40 مليون كمان. زيزو طلب إنهاء أزمة القيد وضم صفقات سوبر ستار من اجل عودة الزمالك للمنصات والمنافسات. يعني بتتكلم في شاكب راكب زيزو عايز الزمالك يجهز له شنطة فيها 200-250 مليون عشان يوافق انه يفضل. وهنا مسؤولي الزمالك هيفكروا من منطق ميكيافيلي، من منطلق براجماتي، هو انه افضل ابيع زيزو واخد من وراه 6 مليون دولار بسعر السوق 200 مليون جنيه وزيزو يتنازل عن ال 14 مليون جنيه ويبقى ليا 20% ولا 15% من نسبة اعادة البيع، ولا اروح ادفع ربع مليون جنيه، ربع مليار جنيه 250 مليون عشان زيزو يكمل. الزمالك لو باع زيزو هيكسب 200 مليون، لو فضل زيزو الزمالك هيخسر ال 200 مليون وهيبقى مضطر يدفع 250 مليون عشان يرضي زيزو. من وجهة نظركم ايهما افضل للزمالك من الناحية المالية ثم الناحية الفنية؟ احمد الخضري رئيس اللجنة الاعلامية في نادي الزمالك سابقا ورئيس مجلة الزمالك رئيس التحرير قال لك زيزو يمشي بمزاجنا بدل ما يمشي بالغصب. ده كلام ولا مؤاخذة بيتقال على قهوة مش في نادي كبير المفروض انه بينافس على البطولات، ولا نسيته ولا ايه؟ لا بصراحة نسينا. وانت كنت فين لما الزمالك بيطلع بموسم صفري؟ ما هو التطبيل بتاعك وبتاع امثالك في وقت من الاوقات للادارة هو اللي وصل الزمالك للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي، هو اللي بيوصل الزمالك للمرحلة اللي فيها هو دلوقتي. زيزو بيفكر في مستقبله. وعايز اسأل سؤال، هو لو زيزو ده كان لاعب في النادي الاهلي كان الاعلام هيسيبه كده؟ كان هيسيبه اسمه ايه هاني حتحوت؟ كان هيسيبه ابراهيم فايق؟ كان هيسيبه سيف زاهر؟ كان هيسيبه مدحت شلبي؟ كل كان هيطلع يقول لك هو ده الاحتراف وسيبه يا اهلي عشان خاطر مصلحة المنتخب، وسيبه يا اهلي عشان خاطر مصر، وسيبه يا اهلي هو ده الاحتراف واكسب قرشين واجري. لكن دلوقتي مفيش حد من الاسماء اللي بقول لك عليها دي يجرؤ انه يطلع يطالب ادارة الزمالك انها تسيب زيزو. لكن في رمضان صبحي هو ده الاحتراف، هو ده الاحتراف. تزعلش يا اهلي، تزعلوش يا اهلوية، هي دي كرة القدم. لكن مع الزمالك كله بيخرص، كله بيكتم.
كله بيحط حاجة قديمة في بقه وبيخرس خالص. عايز اقول مهيب عبد الهادي قال لك رحيل زيزو يعني حل لجميع مشاكل الزمالك. خليك شاطر، هات لعيبة كويسة لسد الفراغات اللي عندك، هو ده الاستثمار واكتشاف النجوم وتدوير الفريق. عايز اقول هل تتخيل عزيزي المشاهد الاهلاوي او الزملكاوي ان حالة الغليان اللي فيها الزمالك وحالة التخبط اللي حصل دلوقتي من مستحقات لاعبين وتجديد لاعبين وغرامات لاعبين ودفع غرامات وايقاف للقيد وعدم القدرة على استقطاب صفقات جديدة، عارفين مين السبب في ده كله؟ فكر كده، مين؟ زي ما انت قلت ربنا بينتقم لكهربا، ربنا بينتقم لكهربا. كهربا لو كان سمع كلام الناس امثال سيف زاهر وهاني حتحوت والناس دي، ادفع يا كهربا عشان تركز للكورة، ادفع يا كهربا عشان مش عارف ايه، طب الاهلي يبيعه ويدفع الغرامة، كان زمان الزمالك دلوقتي في سكة تانية، كان الزمالك دلوقتي على الأقل ما كانش مديون، ما كانش موقوف القيد، كان المستحقات زمانها مدفوعة. لكن انتقام كهربا وعدم دفع الغرامة وإن خليك تلف حوالين نفسك فترة قيد واتنين وتلاتة واربعة ولسه السكة طويلة. كهربا صاحب نفس طويل والقضية لسه مطولة، قضية كهربا لسه مطولة، قضية كهربا لسه بدري عليها. عايز اقول لا يليق ابدا ان اعلامي في قناة الزمالك يطلع يقول على مجموعة من جماهير الزمالك انتوا شوية ابيضة ومرتزقة، لا يليق ابدا ان واحد كان كل شغلته يمسك المايك لرئيس النادي يطلع يتهم جماهير الزمالك ان انتوا شوية ابيضة وشوية مرتزقة. طبعا مجموعة الهزازين الدلاديل قالك يعني جرايا زمالك، جرايا جماهير الزمالك، صفقات اللي انتوا بتتكلموا فيها هي الصفقات دي فرض عين؟ لا يا بيه، انت كسبت الدوري وانت معاك ايقاف قيد ما عملتش ولا صفقة. الاهم الادارة، خليكوا ورا ادارتكم. صفقات ايه؟ ما انتوا ياما جبتوا صفقات، خدتوا كام بطولة. لكن المهم اللي بيدير، المهم اللي راكب وسايق ومدلدل رجليه، صفقات ايه يا جماعة؟ ما انتوا بتكسبوا الدوري من غير صفقات. فعلا الزمالك بيكسب الدوري من غير صفقات. اهم صفقة لنادي الزمالك هم الحكام، زبط الحكام تكسب الدوري، مش هتعرف تزبط الحكام مش هتكسب الدوري. هو ده اللي فيها، هو ده اللي في الليلة. نادي الاهلي بيرفض ضم مدافع الزمالك الساعات الماضية وفي الأيام أو في الفترة الأخيرة، أحد مدافعي الزمالك السابقين أحمد أيمن منصور واللي كان معار لطلائع الجيش تقريبا رجع لنادي الزمالك وعرض نفسه على النادي الأهلي. نادي الأهلي مارسيل كولر في فترة من الفترات كان طالب مدافع، ولا اخفيكم سرا كان طالب مدافع بيلعب برجله الشمال من ضمن الاشتراطات يعني. فوكيل احمد منصور او احد المسؤولين القريبين من احمد منصور تواصل مع ادارة النادي الاهلي. احمد ايمن منصور لعيب مدافع دولي، لعيب منتخب مصر، بيلعب برجله الشمال ويقدر يكون باك ليفت كمان، كان بيلعبها ايام نادي المصري البورسعيدي. فلو محتاجينه الولد متاح فري، الولد متاح مجانا، ولكن النادي الاهلي رفض العرض المقدم من قبل ناس مقربين من اللاعب احمد ايمن منصور. ومن بعد رفض النادي الاهلي احمد ايمن منصور انتقل الى المصري البورسعيدي مجانا بعد غلق باب انتقاله للنادي الاهلي بشكل
نهائي. خلص اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم.